حكم على الصحفي عادل العمري بعدم المؤاخذة وببراءته من المشاركة في النصب، وهذا الشيء ناقشناه باستفاضة والمحكمة مشكورة محكوم بعدما وضعت الملف تحت المجهر. أعتقد أن المحكمة اليوم حكمت بعدم مؤاخذة عادل العمري الصحفي براديو مارس من أجل المشاركة في النصب. بالنسبة للمتهم المتهم الثاني الحداوي تم خفض العقوبة الحبسية من سنة ونصف إلى 8 أشهر حبسا نافذا. احنا اليوم الآن ننتظر حضور الحصول ديالنا على نسخة الحكم باش نشوفوا التسبيبات التي اعتمدت عليها المحكمة في الإدانة، وسوف نواصل، لأن كما لا يخفى عليكم المحكمة ديال محكمة النقد هي ليست بمحكمة وقائع كما قال الفقيه الأستاذ المحاسني، ليست بمحكمة وقائع بل هي محكمة قانون. سوف نعاين التسبيبات وسوف نسيرها وسوف لكل حادث حادث. أنا كمحامي ديال عادل العمري سعيد جدا بهذه النتيجة، وبالنسبة للحداوي بطبيعة الحال سوف نواصل، لأن الحداوي رجل احنا الآن كنآمنوا بالبراءة ديالو، وبالتالي سوف لنا مرحلة أخرى وهي مرحلة النقد، وغادي يكونوا لكل حادث حادث إن شاء الله.